ساهر منذر ارتبط، ما بعرف كيف ارتبط، ما بعرف مين رضي فيه اصلا لساهر منذر. حنشوف ونعرف اليوم مين هذا حبيب ساهر منذر، كيف رضي فيه اصلا، مين بيقبل في ساهر منذر. ساهر منذر، ساهر منذر يا يمين بده يرضى فيه، يرتبط فيه. امبارح انا بشوف المنشنات لقيتكم كلكم منشنيني على فيديوهات إله ولحبيبه، هم الاثنين منزلين وموافقين من حالهم، يعني طالعين بفخر يصرحوا هذا الشيء. انا ارتبطت مع مين؟ ارتبطت مع ساهر منذر يا الله يقربك. انا ما في عغيابه، رشني عطر عطيابه. ساهر منذر بالبدايه على اساس انه هو مستحي، لا ما بدي ادخل بالفيديو، بعدين دخل شريك اجا. ساهر انت مش كيوت ابدا، جسمك هيك ضخم، وجهك عريض، يعني ما بينفع لك كلمه حتى كيوت، اول حرفين حتى من كلمه كيوت ما بينفع. انت ساهر وحش، لازم يحطوك بكاركتر شريك، تيجي هيك جراندايزر. بعدني عنك، ما راح تبعدني. خبط اخر اشي راسه فيه، نطحه ساهر، وعدني ما حتتركني. وحش بحكي لكم، ما بينفع له يعني يكون انثى ساهر بالمرة. ريحني يا حبيبي نار الأسوأ. شوفوا الصراحة يعني حاسس انه اللي معاه هاد فوفو، ما بعرف ليش حاسه فوفو. انا رح ادخل حسابه، بدي اشوف له بس كم من فيديو، بدي اشوف شو قصته هذا الانسان، كيف رضي اصلا بساهر. الوضع مشكوك بأمره، قاعد بيرقص هاي الرقصات وبنزل هيك، هو طلع على حسابه رقصات هذا الانسان، يعني زي كأنه هذا الرجال فوفو الصراحة. انا هذا اللي اكتشفته، وغير هيك في اشي اسوأ من انه هو يكون فوفو. اول اشي قبل ما نحكي على الشيء الاسوأ، كيف انت فوفو وبتصاحب فوفو؟ يعني ما نافع ابدا انه فوفو يصاحب فوفو. يعني مثلا ساهر انا بعرف انه مثلا هو مفكر حاله انثى، طيب فانا بعرف الانثى بدها رجال، انت كيف يا ساهر صاحبت فوفو دام انك انت على اساس انثى وبدك رجال؟ شوف ساهر، انا بعرف انه ما في حد برضى فيك، ممكن انت يعني لو جرافة شفتها بالشارع ترضى ترتبط معاها، ما عندك اي مشكلة. لو اجاك مخلوق فضائي بده يرتبط معك، اوكي بس بدي ارتبط خلص. تعب من الحياة ساهر، لانه بيقرف يعني زي ما انتم شايفين، مين حيرضى في هيك شكل، وجه عريض وشرك، مين حيرضى يعني صاحب الشرك؟ خلينا نكون صريحين مع بعض، خلينا نحكي هلا على الشيء السيء اللي هو اكثر من الفوفو اللي حكيت لكم عليه. الرجال هاد من اسرائيل، فانه ساهر ما لا احد يرضى فيه غير اسرائيلي خلاص. حد قال الله خلاص، شو امري لا الله، شو بدي اسوي. الله يقرفك يا ساهر. يا الله يقرفك، شو هاي الحركة اللي عملتها؟ لا تطلع لسانك على اساس زي هدول البنات تعون الانمي والكيوت، عرفتوا الاي جيرلز هدول اللي هيك اللي زي بالانميز وكيوت ساهر قرف، طالع شكلك زي السحلية، لا تطلع لسانك برا تعمل حالك كيوت. يعني شوفوا كل شيء غلط بالموضوع، كل شيء يعني بيرقصوا مع بعض الاثنين فوفوز، لا خلص يعني واحد هو بينفع له، بينفع يكمل حياته معه، اسرائيلي كمان، انه يعني كل الاشياء السيئة متجمعة بشخص واحد. لا ساهر اخيرا واحد بيقدر يتنافس معه في الاشياء السيئة اللي في حياته. انا ما راح اقدر اكمل وهو ساهر هيك قاعد بلبس هذا اللبس ولابس لي قصير ومفكر حاله كيوت. انا مستعد الصراحة احضر شهيد الباركور ولا اكمل بهاي الفيديوهات، اشوف هاي الاشياء قدام عيني. خلينا نروح نحضر شهيد الباركور، ودي اشوف شو قاعد بيعمل شهيد الباركور هاي الفترة، شو بيسوي، تطور ولا لسه. والله انك وحش يا شهيد الباركور، هاي الوقفة على الايد يعني هي مش سهلة، بس انك المفروض تمد اكتر، يعني توقف على ايدك جد، مش هيك نص وقفة على الايد، هاي ما بينفع. بس خلينا نكمل، يمكن يعني سوى اشي يعوض على هاي الحركة اللي عملها هلا. احمد هاي الحركة انت ليش مصر عليها؟
ليش مصر دائما تعملها بأي فيديو إلك؟ شو هاي الحركة؟ بنفسي أعرف إنه شو الإنجاز فيها؟ ما بتسوي إشي، أنت بتلف في مكانك قاعد، هو في مخه بيفكر إنه قاعد بلف في الهواء، إنه عرفتوا كيف هيك بنط وبلف على جنب بالهواء. أحمد ما عم بتسوي هيك، احضر فيديوهاتك قبل ما تنزلها، شوف اللي عم تعمله صح ولا غلط، أنزل هذا الشيء ولا لا. أوكي هون قاعد بيجهز، هو عطى الفيست بامب لأصحابه إنه شوفوا أنا حسوي إشي هلأ خيالي، جهزوا حالكم تشوفوا هاي، بس يسووها الحركة يعني إنه هيك يضربوا لبعض. أصبر شوف شو رح أسوي، إنه زي بيحكي لأصحابه اسمعوا أصبروا وشوفوا، أنتوا بس أقعدوا اتفرجوا وشوفوا أنا شو حبدع هلأ، خلينا نشوف شو حيعمل. شوفوا أحمد اتحمس لما شاف صاحبه عمل كل هاي الحركات، حكى لا هذا أخذ الأضواء مني، لازم هلأ أنا أعوض، خلينا نشوف بشو راح يعوض، شو راح يسوي. أول حركة يعني الصراحة كانت ماشي حالها. Stop the cap. عم بكذب، مش ماشي حالها، كتير كانت خطأ. طيب أنا آسف، بس إنه خلينا نشوف هلأ يمكن يعوض. والله متحسن، والله العظيم إنه متحسن، ما شاء الله عليه. بس شوفوا بتلاحظوا لما إنه يلعب هو على مكان طري، يعني اسفنج في مكان يكون واثق من حاله إنه هو هيوقع على مكان آمن، أنا برتاح وأنا بحضر الفيديوهات وهو برتاح وبيزبط الحركات، فإنه اعمل هاي الحركات على هيك أماكن يا أحمد، بس إنك تطلع تسويها في الشارع مشان الله لا، وقف هاي الشغلة. في فيديو إله شفته بيسوي حركة في الشارع، أقسم بالله إني توجعت عنه. نزل على وجهه، حد بيسوي لاند على وجهه؟ يعني في ناس بيغلطوا بيسووا لاند على ركبها، في ناس بيغلطوا بيسووا لاند على ظهرها، بس لا هاد نزل على وجهه، وجهه كان السبورتيف. شهيد الباركور كيف انت بعدها طلعت وبتعمل كمان هاي الحركة بكل وثوق من النفس؟ انه زي زبطها شوفوا شهيد الباركور، انتبه على نفسك، خليك العب دائما وين؟ بالاسفنج، بهاي الاماكن الكيوت، عشان لو وقعت ما يصير لك اشي، ما تنأذى يعني بهاي الحركة، والله العظيم عادي انت تكون كسرت رقبتك بكل سهولة. حتى اللي وراه صاحبه انصدم، يعني قدامك كل الاسفنج. لا انا ما عرفت شو الحل معك شهيد الباركور، حتى في الاسفنج بتعذب حالك، يعني انت ما في امل، ما في امل منك، في كل مكان بتاذي حالك، خلص يا اخي تاذي حالك، كل الاسفنج اللي قدامك ووراك ما لقيت تنزل الا على المكان يلي ما في اسفنج، وبعدين المشكله جاي عند الكاميرا نفس الشيء بالحركه تاعته المعتاده. ظبطها انا هو ماسك راسه كمان وهو جاي انه يا الله الله يحميك يا شهيد الباركور، ان شاء الله بتصير يعني احسن بالباركور. ما بس ان شاء الله يعني مع الوقت فترة بتضلك تتدرب على اهم شيء على اسفنج تتدرب وبتصير احسن. شو بدنا بسهر منذر؟ انا بعرف غيرت الفيديو هيك بنصه، تغير كل الفيديو، بس سهر منذر انا ما حقدر اضلني اشوفه، سهر منذر خلاص مخلوق غريب، صح ارتبط بس ارتبط يعني في واحد كله أغلاط، يعني عنده أغلاط أكتر من ساهر نفسه، دلوع، يعني كل إشي فيه غلط، يعني ما بعرف، هو أكبر غلط إنه رضي في ساهر منذر كمان، هاي يعني غلط كبير، هلأ هو متورط معه لساهر، شو بدي أسوي هذا؟ كيف بدي أتخلص منه؟ أنا كنت بمزح معه، أرتبط ما أرتبط، كنت بدي أجيب منه كم من مشاهدة، تعرفوا يعني بده يستغل، لأنه ساهر وجهه بيجيب مشاهدات، وجه عريض وجسم عريض، لابس لبس بنات، فأكيد راح يجيب مشاهدات، بس هلأ خلاص تورط معه، هلأ بده يشوف له طريقة كيف يتركه، يمكن يا أخي يكون هذا الإنسان يعني عاجبه ساهر، ما بعرف كيف حيكون عاجبه، بس ما بتعرفوا انتوا في اشياء غريبه عجيبه في العالم، ومن هاي الناس انتوا عارفين بيطلعوا منهم اشياء غريبه عجيبه، فعادي توقعوا انه يكون هو جد بحبه وبده يتزوجه. وبس هذا هو الفيديو لليوم، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ونشوفكم على خير، فأمان الله.